برحب بحضراتكم مرة تانية في آخر فقرات حلقة النهاردة من أخبار أون تايم، وهي فقرة الألعاب الأخرى، وهنبدأها مع حدث مهم بتستضيفه مصر بداية من الليلة، وهي منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39 اللي بيستضيفها طبعا النادي الأهلي بداية من اليوم وحتى 19 مايو الجاري، بمشاركة 21 فريق بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريق في منافسات السيدات. حفل الافتتاح النهاردة هيقام في تمام السادسة مساء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعاه كمان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة. وكانت قرعة البطولة أسفرت عن تواجد الزمالك حامل اللقب في المجموعة الأولى مع أندية ريدي ستار بطل كوتيفوار وفانز الكاميروني وجي اس كي الكونغولي ووداد سمارة بطل المغرب، في حين المجموعة الثانية ضمت الأهلي منظم البطولة معاه سبورتينج وأيضا من مصر بجانب الرجاء المغربي وكيركوس الإثيوبي بجانب فاب الكاميروني، لكن فاب الكاميروني اعتذر بالأمس قبل لساعات عن عدم المشاركة في البطولة. الأهلي النهاردة هيلتقي مع كيركوس الإثيوبي، بينما يلتقي الزمالك غدا مع فانز الكاميروني. كل التوفيق ممثلو مصر بقى، الأهلي والزمالك وسبورتينج في هذه البطولة. في إنجاز جديد بيضاف لسجل الإنجازات المصرية خلال الفترة الماضية، حققت اللاعبة كارما وليد ذهبية البطولة الإفريقية للشراع طراز الأوبتيمست تحت 15 سنة تحت قيادة المدير الفني كابتن محمد جمال في البطولة اللي أقيمت مؤخرا بالمغرب. استطاعت كارما خلالها تحقيق الإنجاز، وأصبحت اللاعبة المصرية الوحيدة اللي شاركت في هذه البطولة ونجحت في تحقيق اللقب وسط مشاركة 89 لاعب ولاعبة يمثلوا 18 دولة إفريقية. كارما بتعتبر من اللاعبات المتوقع عليهم مستقبل كبير جدا في لعبة الشراع، خاصة ان اللاعبة متألقة ايضا على المستوى المحلي. بيأتي الانجاز بعد المجهود الكبير اللي بيبذله المهندس باسل عبدالله رئيس الاتحاد المصري للعبة الشراع والانزلاق على الماء وعضو اللجنة الأولمبية المصرية في تطوير اللعبة. مبروك لكارما ومزيد من الانجازات ان شاء الله لكل المصريين والمصريات في مختلف الالعاب. دلوقتي وصلنا لاخر فقرات حلقه اليوم وهي فقره وان شوت. دايما معاكم هنا في هذه الفقره بنتكلم عن اهميه ودور الرياضه في الترويج للسياحه، وقد ايه بيكون استضافه الاحداث والبطولات الرياضيه وتنظيمها على ارض مصر بيكون ليها مردود ايجابي جدا على السياحه. اسطوره كره السله الامريكي دواين وايد، الناس المهتمه بكره السله بيعرفوا طبعا هذا النجم الكبير، نجم فريق ميامي هيت السابق والفائز بلقب الان بي اي 3 مرات من قبل، كان متواجد في مصر خلال الايام الماضيه على هامش بطوله الدوري الافريقي لكره السله البي اي ال. دواين استغل فتره تواجده في مصر وكان ليه زيارة لبعض الأماكن السياحية منها طبعا الأهرامات، كانت على رأس زيارته والتقط فيها العديد من الصور ونزلها كمان على حساباته المختلفة على السوشيال ميديا. قدامنا طبعا الصور اللي نالت إعجاب كتير جدا من المتابعين لدواين، وكالعادة بتكون دعاية مجانية لمصر السياحة من نجوم كبار طبعا بيستمتعوا في أرض المحروسة.